3 احنا خدنا في يونت 1 هيومنز البشر، يونت 2 كانت بتتكلم عن الانيمالز، يونت 3 هتتكلم عن البلانتس، بلانتس النباتات. يونت 3 هيبقى كلام عن الايه؟ عن البلانتس النباتات. مع بعض كده ونركز ونشوف الانفورميشن المعلومات اللي هناخدها والكلام المهم اللي احنا هنتعلمه، ونركز مع بعض كويس قوي. زي ما قلنا الموضوع يعني لو خدناه ان احنا بناخدها كمعلومه وناخد حاجات شيقه وممتعه كده هيبقى الموضوع جميل جدا. ولو دخلنا على يوتيوب، دخلنا على النت وبحثنا عن خطوات مثلا بتاعه او الانيمالز اللي احنا واخدينها وخدناها زي كان احنا بنتفرج على ناشونال جيوغرافيك هنتعلم معلومات كويسه هتفيدنا. فالموضوع مش صعب، هو الموضوع فيه تشويق وفيه استمتاع، بس احنا نشتغل صح. احنا نشتغل ايه؟ صح. تعالوا نشوف مع بعض النهارده الدرس بتاع النهارده في لسن 1. كل مره بيبقى فيه مام مثلا وماجد ومام وسالمة او كده. النهارده داد في اول لسن متعودين ان بيبقى ايه؟ محادثه ما بين شخصين بتمهد لنا للدروس اللي جايه بعد كده. المحادثه النهارده ما بين داد وما بين سليم، وبيتكلموا عن germination 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 germination. كلمة أول مرة هناخدها germination 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 اللي هي عملية الإنبات. عملية الإنبات ازاي النبات بيطلع من البداية للنهاية، ازاي بيبقى نبات. نشوف داد وسليم. ف داد بيقول لسليم come on look سليم come on look come on look come on look. فسليم بيقول what is it dad what is it dad. فداد قال له ايه بقى؟ بص الكتاب بتاع المدرسة معانا طبعا عشان الناس اللي ما جابتش الكتاب والكتاب مش معانا. قال له our tomato plants our tomato plants our tomato plants are growing 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 our tomato plants are growing tomato plants tomato plants tomato plants tomato plants tomato plants are growing on the balcony on the balcony on the balcony 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 balcony. Can you see? Can you see? Can you see? أنت شايف؟ هل تستطيع أن ترى؟ Leaves, 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 leaves. الأوراق. And flowers. Flowers, hey, flowers, 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 flowers. لما ساعات بنشتري التوميز بيبقى فيها حاجة كده صفرة، أو البلانتس بيبقى فيها حاجة صفرة شبه الفلاور شبه الورد كده. فبيقول له can you see the leaves and flowers؟ هل تستطيع أن ترى الأوراق والزهور؟ فسليم قال له oh yes, but why؟ Why are the tomatoes green? 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 احنا عارفين ان التوميتوز بتبقى red. هو سليم عارف ان التوميتوز منها بيبقى red احمر. فبيقول له why are the tomatoes green? ليه التوميتوز دي لونها اخضر؟ Why are the tomatoes down is that green? How؟ وبعدين ايه؟ فوالده قال له ايه بقى؟ Tomatoes are green. Tomatoes are green. Tomatoes are green.
before they are wet. They are red. Yeah, tomatoes are green before they are red. 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 إن شاء الله بكرة اللي يعرف يجيب إن شاء الله tomatoes معانا كده نجيب tomatoes. ويا سلام بقى لو جيب نبتة كده نبات عشان نشرح عملية الجيرمينيشن. تعرف يجيب نبات كده كويس كده في صوبة كده أو في السيس كده ونشرح عملية الجيرمينيشن عملي كده بتحصل إزاي بالترتيب. وهنجيب التوميرو بلانت ونشرحها بقى عملي كده هنا إن شاء الله في الكلاس أو في أي مكان. طيب فبيقول هنا إيه بقى؟ Tomatoes are green before they are red. الطماطم بتبقى خضراء before they are red وبعدين فداد بيشرح بقى داد بيشرح لسليم ايه اللي حصل ده سليم بيساله how do we grow new tomatoes ازاي بنزرع كيف الطماطم الجديدة بنزرعها هاو ازاي ايه اللي بيحصل بنعمل ايه عشان نزرع طماطم جديدة فبابا قال له ايه بقى داد قال له ايه tomatoes have seeds inside لما بنقطع الطماطماية بيبقى فيه جوه seeds inside tomatoes الطماطم have seeds ما حدش معاه هنا في الاكل معاه طماطمايه ولا حاجه هاف سيدز انسايد معاه ايه بيبقى الطماطم فيها سيدز انسايد بذور في الداخل بذور فين في الداخل توميتوز هاف سيدز انسايد الطماطم بيكون فيها سيدز بذور فين انسايد في الداخل طب وبعدين ايه اللي بيحصل فقالوا ايه بقى قالوا ايه وي كان take the seeds بناخد البذور and grow نزرع new tomatoes that is called ودي اسمها ايه بقى؟ العملية دي اسمها ايه؟ germination يسمى او يدعى العملية دي البروسيس دي العملية دي process يعني عملية بيعملوها اسمها germination يبقى germination ده هو ايه؟ to take the seeds انك تاخد the seeds and grow a new plant وتزرع new plant germination is taking the seed اخذ البذرة and growing وزراعك new plant يبقى germination what is germination germination دي اللي هي عملية germination germination دي اللي هي ايه germination الانبات taking seeds اخذ البذور and
growing أو to grow to grow لكي نزرع new plants نباتات جديدة taking seeds to grow new plants. طيب بعد ما تعمل germination عملية germination بتتم ازاي؟ أول خطوة بعد ما بتحط seeds بنعمل ايه؟ We water. احنا عارفين ان water كناون يعني مية. ما that water, this is water كناون كاسم. طب كverb معناها to water the plants يعني ايه؟ water the plants يعني ايه اعمل ايه في النبات لما يحط الميه؟ يسقي النباتات بالماء، يروي او يسقي النباتات. water كفرد water the plants يبقى water the plants water the plants water the plant 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 بيروي الايه؟ النباتات بيرويها. طب وبعدين every day كل يوم بنروي النبات كل يوم. and the roots 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 اللي هي الجذور، الجذور بتاع النبات تحت بقى بعد ما بتروي النبات. The roots الجذور بيحصل ايه في الجذور يا مستر؟ ايه اللي بيحصل؟ The roots grow بس الروتس بتنمو فين بقى؟ grow under the soil under the soil under the soil under the soil at the soil 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 اللي هي الايه؟ التربه. الروتس الجذور بتاع النبات بتنبت لتحت لاسفل مش لفوق. الليفز والنبات ينبت لفوق ليفز تمام، لكن الروتس لو اندر عشان تثبت في الارض بتتغذى. الروتس بتتغذى من الصاير من التربه. يبقى ذا روتس جرو بتنبت اندر ذا سايل 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 بتنبت تحت الايه؟ تحت التربة. وبعدين بعد ما الجذور تنبت the plant النبات grows 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 flowers يبدأ ينمو أو يطلع flowers 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 flowers, flowers. وبعدين the flowers become the flowers become tomato fruits tomato fruits tomato fruits tomato fruits. كلنا عارفين ان tomato vegetable لا tomato fruit فاكهه فواكه الطماطم فالtomato fruits وليس vegetables tomato fruits tomato fruits tomato fruits tomato fruits tomato fruits بتبدا تبقى tomato fruits فواكه الايه؟ الطماطم. بس ايه قال له ايه؟ that's awesome That's awesome, 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 awesome. يعني رائع, fantastic, wonderful, fantastic, wonderful. ده رائع, ده جميل, ده حاجة روعة, ده حاجة جميلة جدا يا بابا. And where I found red plant, red tomato. وكمان لقيت طماطمية حمرا يا سلام. And I found a red tomato. مبسوط سليم قوي لقى طماطمية حمرا. And I found a red tomato. And I found a red tomato. Let's have it for lunch. يلا بينا نتغدى بيها بقى يا بابا. احنا لقينا طماطمية حمرا. Let's have it for lunch. Let's have it for lunch. Let's have it for lunch. يبقى المين بوينتس النقاط الأساسية نراجع عليها نقولها بسرعة زي ما قلنا. أول نقطة قلناها إيه؟ لما قالوا tomato plants are growing on the balcony خلاص بتتنمو فين؟ في البلكونة. ليه؟ عشان تبقى قريبة من الصن من الشمس. طيب
قال له tomatoes النقطة الأولى tomatoes are green before they are red. Tomatoes are green before they are red. Tomatoes are green before they are red. النقطة الثانية tomatoes have seeds inside. Tomatoes have seeds inside. Tomatoes have seeds inside. فيها بذور في الداخل. تمام. We take the seeds and grow new tomatoes. We take the seeds and grow new tomatoes. We take seeds and grow new tomatoes. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة. Plant the seed. We plant the seed and plants grow. We plant the seed. بنزرع النبتة البذرة and the plants grow. We plant the seed and the plants grow. طيب. That's called germination. 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 We plant. We water the plants every day. We water the plants every day. We water the plants every day. The roots grow under the soil. The roots grow under the soil. The roots grow under the soil. The plants grows flowers. The plants grows flowers. The flowers become tomato fruits. The flowers become tomato fruits. That's the end of lesson one. نهاية الجزء الأولاني أو lesson الأولاني اللي هو بتاع how to plant a tomato أو how to زي نزرع tomato. Understood? فهمنا كده؟ Thank you for listening.